مسافات السرعة 1400 متر تندفع في شوط التكافؤ التصنيف 80 حتى تصنيف 100 يجمع 11 فرس في هذا الشوط من الأفراس الراقية هنا أفراس الخيل العربية. تبدأ الصدارة مع واثبة الخالدية ابنة ليث الخالدية بشعر اسطبل عاديات القائد، فيما نشاهد هنا الفرس الزرقاء متوهجة عذبة إلى المركز الأول ابنة إيف البراق بقيادة محمد الحبيل، فيما نشاهد اللحاق إلى ثاني المراكز من قبل واثبة الخالدية، بينما نشاهد المركز الثالث بكل قوة لوثابة الخالدية الثانية ابنة ليث الخالدية بشعر ابناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مع عادل الفريدي، تأتي بكل قوة وتقلص الفارق إلى المركز الثاني، بينما نشاهد أيضا تحرك لنينوي ابنة داحس بشعر اسطبل صفوة العاديات مع الإكسس مورينيو، بدأت في التحرك بكل قوة. هنا نشاهد أيضا تحرك لتهامية الخالدية ابنة ليث الخالدية، هنا الصدارة لا زالت متوهجة عذبة ابنة إيف البراق مع محمد الحبيل نينوي إلى المركز الثاني ابنة داحس، منافسة ثنائية بين الفرس، هنا نشاهد نينوي من الخارج من الداخل متوهجة عذبة، من سيحسم المنافسة إلكسس مورينيو أم محمد الحبيل؟ هنا نينوي القادمة من فرنسا ابنة داحس تسجل الفوز الثالث في سجلها السباقي والفوز الأول لها هذا الموسم. إذا النينوي ابن الداحس والمغرنوقة لاسطبل صفوة العاديات تربات عبد العزيز الموسى.